المذهبي. الفصل الأول. الفصل الأول. ذات الصباح منذ زمن بعيد، كان هناك تاجر من مدينة ميليتوس يسير على شاطئ البحر، وأثناء سيره وجد بعض صيادي السمك يسحبون شبكة كبيرة، فتوقف لمشاهدتهم وقال لهم: أيها الرجال الطيبون، كم سمكة تتوقعون سحبها هذه المرة؟ فأجابوه: لا يمكننا معرفة ذلك، ليس بوسعنا عد السمك مطلقا قبل اصطياده. بدت الشبكة ثقيلة، لا بد أنها كانت تحمل شيئا، فتيقن التاجر من حصول الصيادين على صيد وفير، فسألهم: كم تريدون مقابل السمك الذي تصطادونه؟ فأجابه الصيادون: كم ستدفع؟ فرد عليهم: سأدفع 3 قطع من الفضة نظير كل ما تحمله الشبكة. تهامس الصيادون فيما بينهم لبرهة، ثم قال أحدهم: حسنا اتفقنا، سواء أكان ما نخرجه كثيرا أو قليلا، يمكنك أن تأخذه كله مقابل 3 قطع من الفضة. وفي غضون لحظات قليلة سحب الصيادون الشبكة الكبيرة من الماء، ولم يجد سمكة، لكنها كانت تحمل حاملا ثلاثيا ذهبيا جميلا تفوق قيمته 1000 سمكة. ابتهج التاجر وقال: ها هي نقودكم، أعطوني الحامل الثلاثي. فقال الصيادون: لا بالطبع، كان من المفترض أن تحصل على كل السمك الذي كان يتوقع أن تحمله الشبكة، لا شيء آخر. لم يكن الحامل الثلاثي جزءا من اتفاقنا. دب شجار بينهم، وظلوا يتجادلون وقت طويل ولم يتوصلوا إلى اتفاق. وبعد ذلك قال أحد الصيادين: لنرفع الأمر إلى الحاكم ولنفعل ما يأمر به. فرد التاجر: أجل، لنستشر الحاكم ونطلب منه أن يبت في أمرنا. وهكذا أخذوا الحامل الثلاثي إلى الحاكم، وروى كل طرف القصة من جانبه. استمع الحاكم إلى الطرفين، لكنه لم يستطع أن يقرر من الأحق بالحامل الثلاثي، وقال: هذه مسألة جدة جدا، علينا أن نبعث برسول إلى دلفي ونسأل كاهنتها إذا ما كان يجب إعطاء الحامل الثلاثي للصيادين أم للتاجر. اتركوا الحامل الثلاثي في عهدتي حتى نحصل على الرد. كان ينظر إلى كاهنة دلفي على أنها واسعة الحكمة، فقد توافد عليها الناس من جميع أنحاء العالم ليفسحوا لها عن متاعبهم ويطلبوا مشورتها. وهكذا بعث الحاكم برسول إلى دلفي ليسأل الكاهنة عما يجب فعله بشأن الحامل الثلاثي. وانتظر التاجر والصيادون بفارغ الصبر حتى أتاهم الرد، وجاء رد الكاهنة كالآتي: تمنح الجائزة لتاجر ولا صياد، بل امنحها لأحكم حكماء البلاد. سر الحاكم لهذه الإجابة أيما سرور. وقال: يجب أن تذهب الجائزة للشخص الذي يستحقها عن جدارة، يعيش هنا جارنا طليس الذي يعرفه الجميع ويحبه، وهو ذائع الصيت في جميع أنحاء العالم، ويأتي رجال من كل بلد لمقابلته والتعلم منه، سنعطيه الجائزة. وهكذا حمل الحاكم الحامل الثلاثي الذهبي إلى المنزل الصغير الذي يعيش فيه طليس، وطرق الباب ففتح له الرجل الحكيم بنفسه، فأخبره الحاكم بقصة العثور على الحامل الثلاثي، وبأن الكاهنة أوصت بضرورة إعطائه لأحكم الحكماء، وقال: لذا أحضرت الجائزة لك يا صديقي طليس. قال طليس بدهشة: لي أنا؟ غير معقول،
فما أكثر أولئك الذين يفونني حكمة. فهناك صديقي بياسمين بريني، إنه يتمتع بحكمة تفوق الجميع. أرسل له هذه الهدية الجميلة. فاستدعى الحاكم ضابطين يثق بهما وأمرهما بأخذ الحامل الثلاثي إلى بريني وإعطائه للحكيم بياس. ثم قال لهما: أخبر الرجل الحكيم قصة إحضار الحامل الثلاثي إليه، واذكر له ما قالته الكاهنة. الفصل الثاني. كان العالم كله قد سمع بحكمة بياس، وكان من تعليمه أن كل إنسان يجب أن يعامل الآخر برفق حتى وإن كان عدوا. ومن تعليمه أيضا أن الصديق هو أعظم نعمة يمكن أن يحظى بها المرء. لكنه كان رجلا فقيرا ولم تكن لديه أدنى رغبة في أن يصبح غنيا، وكان يقول: أن تكون حكيما أفضل من أن تكون غنيا. حينما وصل رسول الحاكم إلى بريني ومعهما الحامل الثلاثي، وجد بياس يعمل في حديقته، فأخبراه بالمهمة التي أتي من أجلها وعرض عليه الجائزة الجميلة، فرفض قبولها، وقال: لم تكن الكاهنة تقصدني أنا، فلست أحكم الحكماء. فأجابه الرسولان: لكن ماذا عسانا أن نفعل بالحامل الثلاثي؟ أين نجد أحكم الرجال؟ قال لهما بياس: يوجد في ميتيليني رجل عظيم جدا يدعى بيتاكوس، ربما صار الآن ملكا على بلاده، لكنه يفضل قضاء أغلب وقته في دراسة الحكمة. إنه الرجل الذي قصده الكاهنة. الفصل الثالث. ذاع صيت بيتاكوس في جميع بقاع الأرض، فقد كان جنديا شجاعا ومعلما حكيما. نصبه شعب على البلاد، لكنه تخلى عن العرش بمجرد أن وضع لهم قوانين عادلة. ومن بين أقواله المأثورة: أتقن عملك أيا كان هو. عثر عليه الرسولان في منزله يتحدث مع أصدقائه ويعلمهم الحكمة. نظر بيتاكوس إلى الحامل الثلاثي وقال: ما أجمله. ثم أخبره الرسولان كيف استخرج الحي من البحر، وأخبراه بما قالته الكاهنة: لا تمنح الجائزة لتاجر ولا صياد، أحكم حكماء البلاد. فقال بيتاكوس: هذا صحيح، يجب التجارة ولا يعنيهم الجمال في شيء. فأجابه الرسولان: نحن نتفق معك ونقدك الجائزة لأنك أحكم الحكماء. فرد بيتاكوس: أنتما مخطئان، يسرني جدا أن أحصل على قطعة فنية بهذا الجمال، لكنني أعرف أنني لست جديرا بها. فسأله الرسولان: إذا لمن سنأخذها؟ فأجابهما الرجل الحكيم: خذوا الحامل إلى كليوبولوس ملك رودس، وتابع، فهو أوسم الرجال وأشدهم بأسا، وأظن أنه أحكمهم أيضا. الفصل الرابع. مضى الرسولان في طريقهما حتى وصلا في النهاية إلى جزيرة رودس. كان الجميع هناك يتحدث عن الملك كليوبولوس وعن حكمته الرائعة، فقد درس في جميع المدارس الرفيعة الشأن في العالم، ولم يكن هناك شيء لا يعرفه. كان يقول: احرصوا على تعليم الأطفال، ولهذا السبب لا يزال اسمه يذكر إلى اليوم. عندما عرض عليه الرسولان الحامل الثلاثي، قال: إنه تحفة فنية جميلة فعلا. هل ستبيعانه؟ كم ثمنه؟ فأخبراه أن الحامل الثلاثي ليس للبيع، بل هو هدية تمنح لأحكم الحكماء. فقال لهما: لن تجد الرجل المنشود في رودس، فهو يعيش في كورنث واسمه بريندر. احمل إليه هذه الهدية الثمينة. الفصل الخامس. كان الناس قد سمعوا عن بريندر ملك كورنث، فسمع بعضهم عن سعة اطلاعه
وسمع البعض الآخر عن أنانيته وقسوته. احترمه الغرباء لحكمته، وكرهه شعبه لخبثه. عندما سمع بريندر عن مجيء رجلين إلى كورنث ومعهما حامل ثلاثي ذهبي ثمين جدا، أمر بإحضارهما أمامه، وقال لهما: لقد سمعت كل ما قيل عن ذلك الحامل الثلاثي، وأعرف لما تحملانه من مكان لآخر. أتتوقعان أن تجد أي رجل في كورنث يستحق هدية ثمينة كهذه؟ فقال له الرسولان: نأمل أن تكون أنت الرجل المنشود. فضحك بريندر وقال لهما: هل أبدو لكما أحكم الحكماء؟ لا بالطبع، لكن ستجدان في لاسيديمون رجلا صالحا ونبيلا اسمه خيلون. إنه يحب بلاده ويحب غيره من الناس بالمعرفة. أعتقد أنه يستحق الجائزة الذهبية. أقترح عليكما أن تحملاها إليه. الفصل السادس. استغرب الرسولان من كلام بريندر، فهما لم يسمعا بخيل مطلقا، لأن اسمه لم يكن معروفا خارج حدود بلاده. لكنهما حينما وصلا إلى لاسيديمون سمعا الناس يمتدحونه في كل مكان، وعلم أن خيل رجل هادئ جدا، لا يتحدث عن نفسه، ويسعى دائما لتعزيز شأن بلاده وقوتها كي تعمها السعادة. كان خيل مشغولا للغاية، فاضطر الرسولان إلى الانتظار لعدة أيام قبل أن يتمكنا من رؤيته. وفي النهاية سمح لهما بمقابلته وإخباره بما أتيا لأجله. قال له: لدينا هنا حامل ثلاثي في غاية الجمال، وقد أمرت كاهنة دلفي أن يسلم لأحكم الحكماء، ولذلك السبب نقدمه لك. فقال خيل: أنتما مخطئان. وأوضح: هناك في أثينا ستجدان رجلا حكيما جدا يدعى سولون، وهو شاعر وجندي ومشرع للقوانين. إنه عدوي اللدود، لكنني احترمه لأنه أكثر الرجال حكمة في العالم، وهو الجدير بالحصول على الحامل الثلاثي. الفصل السابع. أسرع الرسولان بحمل الجائزة الذهبية إلى أثينا، ولم يواجها صعوبة في العثور على سولون، فقد كان حاكم تلك المدينة العظيمة. أثنى جميع الأشخاص الذين قابلوا الرسولين على حكمته، وعندما أخبراه بالمهمة التي أتيا من أجلها خيم عليه الصمت برهة، ثم قال: لا إخالني رجلا حكيما مطلقا، ومن ثم فهذه الجائزة ليست لي، لكنني أعرف ستة رجال على الأقل معروفين بحكمتهم، ولا بد أن من بينهم أحكم الحكماء. فسأله الرسولان: ومن هم؟ فأجابهما سولون: هم طليس وبياس وبيتاكوس وكليوبولوس وبرياندر وخيلون. فقال الرسولان: لقد عرضنا الجائزة على كل واحد منهم ورفضوها جميعا. فقال سولون: إذا لم يتبقى أمامكما سوى خيار واحد، خذوا الحامل الثلاثي إلى دلفي واتركوه هناك في معبد أبولو، لأن أبولو هو ينبوع الحكمة وأحكم الحكماء. ففعل الرسولان ما قال. يعرف الرجال المشهورون الذين أخبرتكم عنهم في هذه القصة باسم حكماء الإغريق السبعة، وقد عاشوا قبل أكثر من كل واحد منهم في الارتقاء ببلاده.